عرفوا على تفسير العلم للتجربة تاعنا. يا ترى من هي ومن هي؟ كانت تجربة جد جميلة، تجربة حماسية مليئة، توترنا، القلوب كانت تدق، ولكن الحمد لله في الأخير سمعت اسمي كنزة بن عثمان متوجة بالمرتبة الأولى في التنشيط الإذاعي. الحمد لله شرفت جامعتي وولايتي لأني تحصلت على المرتبة الأولى في فرع التعليق الرياضي.